السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير. احنا ان شاء الله بنتكلم بنرد على مجموعة من الأسئلة اللي جات لنا المتخصصة شوية واللي بقيت الطلبة بتاعتنا بتسألها. فهنبدأ ان شاء الله مع عرض مجموعة من الأسئلة. هناخد الأول ان شاء الله ونرد على الأسئلة اللي هي الخاصة بأسئلة الموبايل أبليكيشنز. هيجيلنا مجموعة من الأسئلة كتير، في اسئله تخص الموبايل ابلكيشنز، في اسئله تخص الويب ابلكيشنز، في اسئله تخص التوجهات العامه اللي عايز يتوجه يتعلم حاجه معينه، اسئله تخص لغات البرمجه الى اخره. فهنتوكل على الله ان شاء الله نبدا كده بمجموعه من الاسئله الخاصه بالموبايل ابلكيشنز، لان حسيت ان هي اسئله عميقه شويه وممكن بعض الناس مش فاهمه بعض النقاط العلميه في موضوع الموبايل ابلكيشنز وانواعه وكده. فهنبدأ إن شاء الله ناخد مجموعة من الأسئلة الخاصة بالموبايل أبليكيشنز أولا. طيب، السؤال الأول كان بيسأله حد، أنا بس بشوف أستاذة نوى بتسأل بتقول أنا ليه لما أجي بتعلم أندرويد أنا هبرمج أندرويد، يا ترى أما هبرمج أندرويد هل هبرمج شيء آخر مع الموبايل أبليكيشنز؟ طيب، السؤال ده سؤال مهم جدا والناس كتير جدا بتسأله. بصوا، هو بيبقى في السوق، في الشركات، الواحد لما يجي بيشتغل في شركه بيبقى في، ممكن تلاقي الشركه بتقول له انا عايزاك بتاع مثلا باك اند بس، عايزاك بتاع موبايل ابلكيشن بس، عايزاك بتاع كذا بس. ده موجود وهيفضل ستيل موجود. خلاص، احنا مش بنتكلم عن النوعيه دي، هنتكلم على ان في واحد تاني بيقول انا عايز اعمل موبايل اب، فكرته طقت في دماغي وعاوز ان انا يعني اطوره بالكامل. لو انا عاوز اطور موبايل ابلكيشن بالكامل، هل محتاج مع الويب مع الموبايل ابلكيشن اي تكنولوجي تانية او اي ويب ابلكيشنز او كلام زي كده؟ حوالي اغلب من 90% من تطبيقات الموبايل ابلكيشنز اللي موجوده في السوق بتبقى محتاجه ويب ابلكيشن ليها، بتبقى عباره عن سي بانل او لوحه تحكم او داشبورد خاصه بالسيستم. فعشان نفهم الفكره دي تعال نفكر مع بعضينا كده في مثال بسيط. لو انا مثلا ببرمج برنامج زي مثلا اوبر، مثلا اوبر على سبيل المثال، اوبر هتلاقي ان انت بتخش، انت عندك اثنين موبايل ابلكيشنز، لو انت راجل يعني انت سائق او انت الراجل اللي هو اللي هيركب يعني الباسنجر، ففي الحالتين انت بتعمل ريكوست وده بيريسبونس عليك وكلام زي كده. طيب، فين السيستم اللي دخلوا من عليه السواقين؟ فين السيستم اللي بيمانجوا من عليه الفلوس ومين جاله وكام النسبه وبتاع؟ في سيستم، في سي بانل، في لوحه تحكم مبنيه، في الغالب هتبقى مبنيه ويب ابلكيشن عشان الموظفين يقدروا يتابعوها، فبيبدا يخش من عليها، بيبدا يضيف السواقين اللي هم معترفين بيهم او معترفين بيهم بياناتهم، يبدا يشوف حساباتهم، يقدر ففي بقى في باك اند. طيب، مثال تاني، لو انا بعمل اي اي كوميرس موبايل ابلكيشن، ويب ابلكيشن زي مثلا سوق، زي اي حاجه عندنا موبايل ابلكيشن وبنقدر نشتري من عليها، بتخش انت بتتفرج على المنتجات اللي موجوده وبتختار المنتجات بتشتري وخلاص. طيب، السؤال اللي بيطرح نفسه دايما ايه هو؟ مين اللي ضاف المنتجات دي على الموبايل ابلكيشن؟ فالموبايل ابلكيشن بيبقى اتضاف عليه ازاي البيانات دي؟ بتبقى اتضافت من خلال ان احنا دخلنا على سي بانل او لوحه التحكم، من خلالها ضفنا مجموعه من المنتجات، وفي الاخر بتتعرض عند مين؟ عند اليوزرز، واليوزرز بيشوفوا المنتجات ديت وبيقدروا يعملوا طلبات. طب انا عملت طلبات وعملت طلبيه فيها منتج او اثنين او ثلاثه او اربعه، مين هيشوف الطلبات ومين هيحقق الطلبات؟ اكيد في لوحه تحكم اخرى بيبقى موجود فيها بيتعرض لهم ان فلان وفلان طالب وفلان 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 وفلان. فاغلب الموبايل ابلكيشنز الموجوده في السوق، اغلب الموبايل ابلكيشنز الموجوده في السوق هي بتبقى كموبايل ابلكيشنز بيبقى ليها ويب ابلكيشنز بتاعها. طيب، في حد بيسال ايه فرص العمل وفين؟ يعني سؤال عام قوي، حاول تحدد عشان اقدر ارد عليك. ده بالنسبه للسؤال بتاع انا لما اكون بتاع موبايل ابلكيشن هل هبقى محتاج ان انا ابرمج شيء تاني غير الموبايل ابلكيشنز ولا لا؟ فاتفقنا ان لو انت بتبني السيستم بتاعك بالكامل انت لا ممكن تكون محتاج انك انت تبقى عارف حاجات تانية. يعني
زي حاجات الويب يعني. لكن لو انت شغال في شركه وارد ان انت ما يبقاش محتاجين منك غير انك انت تبرمج شيء واحد بس يعني، تبرمج شيء واحد فقط لا غير. طيب السؤال، نتعرض لسؤال تاني من الاسئله بتاعت زمايلنا. بيسال على تقنيه الاوراكل جيت، بيقول ان في التكنولوجي بتاعت الاوراكل جيت ودي بتعمل تطبيقات ويب وبتعمل تطبيقات موبايل ابلكيشنز كروس بلاتفورم اي او اس اندرويد ويندوز او هايبريد ابلكيشنز. وبيسال السؤال هل معناها كده بتطلع انتاج قوي ولا انتاج ضعيف ولا بنفس مستوى السوق ولا ايه الوضع بتاعها بالظبط؟ طيب عشان نرد على السؤال ده في تفصيله لازم نكون فاهمينها كويس جدا على الانواع اللي موجوده في الموبايل ابلكيشنز والموجوده في السوق. اللي موجود في السوق بصراحه في عندنا انواع مختلفه كتير. انا حابب ان انا اشير معاكم سكرين كده بسيطه نبص بيها مع بعض. على فكره الموبايل ابلكيشنز اللي موجوده في السوق، الموبايل ابلكيشنز عندنا بيبقى فيه كذا نوع من الموبايل ابلكيشنز. في نوع شهير جدا ويمكن ده اللي معروف اللي هو النيتف. لو انا عايز اشتغل نيتف، نيتف يعني ايه نيتف؟ نيتف انا ببقى عاوز اشتغل اطلع اندرويد بطلعه من خلال اندرويد، بطلع اي او اس بطلعه من خلال اي او اس. يعني لو انا اي او اس بشتغل باكس كود واب كود او اوتم، وبشتغل بلغات طبعا الاوبجكتيف سي او اللغه الثانيه اللي راحت من دماغي الحديثه. نشوف كده الناس اللي معانا مركزين معايا ولا لا يعني. والاندرويد ممكن اشتغل جافا، ممكن اشتغل كوتلين، بشتغل على التولز اندرويد ستوديو، اندرويد اي دي اي، انتلي جي والى اخره. ففي تولز هنا، وهنا تحت طبعا في امثله للحاجات اللي هي السيستمز اللي ظهرت في السوق بالتولز دي كتير. النيتف دوت معناه انا هبني بالادوات المختصه بكل بلاتفورم. انا اندرويد ابني اندرويد، انا اي او اس ببني اي او اس، تمام؟ دي الفكره بتاعت النيتف. الهايبريد ابلكيشنز مختلفه شويه. زي ايه؟ بيبقى احنا شغالين بتول بتطلع لنا موبايل ابلكيشن وبتطلع ويب ابلكيشن في نفس الوقت، تمام؟ زي مثلا الايونيك، زي اباتشي كوردوفا، وحاجات خاصه بالفيجوال ستوديو وكلام زي كده. وبرده في ابلكيشنز واكزامبلز موجوده في السوق طلعت بالنوعيه دي من التطبيقات. وفي تطبيقات اللي هي بتبقى الويب ابلكيشنز بتعمله انت ريسبونسيف او موبايل فيرست، دول تو تكنولوجيز معروفين، موبايل فيرست او ريسبونسيف، وبتبني بيه التولز بتاعه الموبايل ابلكيشن، بتبني الايه الفكره بتاعه الويب سايت بحيث انه يبقى شغال معاك موبايل ابلكيشن. بس طبعا بيبقى كل حاجه لها مميزاتها وعيوبها. في حاجه ثانيه اللي هي كروس بلاتفورم ابلكيشنز ديفلوبمنت، دي بقى برضو نوع من انواع الهايبريد ابلكيشنز، ودي مهمه جدا وتواجدت في السوق في الفتره الاخيره بقوه. وهي فكرتها ايه؟ فكرتها ان هي بتشتغل بتطلع موبايل ابلكيشن، بيشتغل على الموبايل ابلكيشنز، بيشتغل على اكنه نيتف بس هو في الاصل مش نيتف. زي ايه؟ زي الرياكت نيتف وزي الزمرن وزي الفلاتر. لو كلامي مش واضح والناس عايزين اوضح اكتر يا ريت الناس تسال، انا معاكم على الخط يعني. فالفكره الاساسيه بتاعتنا في، انا هوريكم حاجه تخص فكره الاساسيه ليه الناس بتتوجه للعرض اللي هو مش نيتف، ليه الناس بتهرب من نيتف يعني. هو ليه الناس بتهرب من نيتف؟ تعال عايز اوضح بس فكره ليه الناس بتحب الهايبريد ابلكيشنز اكتر من النيتف. لو بصينا كده في الصوره اللي على اليمين دي في النيتف ابلكيشنز، انت لما تكون عايز توصل للاندرويد بنعمل ايه؟ بنرايت الكود، طبعا في الغالب بيبقى جافا او كوتلين، ده غالب السوق، وبنعمله تيست وبنعمل بيلد وبنطلع بالنسخه بتاعتنا بتاعت الاندرويد. لو انا ببني اي او اس فانا بكتب الكود بتاعي باللغه الاساسيه سواء كانت اوبجكتيف سي او غيرها، مش عايز تيجي معايا خالص، وبعد كده بعملها تيستنج وبعد كده بعملها بيلد وبطلع الايه الموبايل اب بتاعي بتاع الابل، تمام؟ طيب في الهايبريد ابلكيشنز انا بكتب كود بلغه واحده وبعمل تيست مره واحده وببيلد مرتين، ببيلد مره على اندرويد وببيلد مره على الايه على الابل. والحته دي هي دي اللي مخليه الناس تتوجه لفكره الهايبريد ابلكيشنز اكتر. ليه؟
يقول لك انا عاوز اوفر وقت، بدل ما اجيب اتنين مبرمجين يعني بدل ما هنا اتنين مبرمجين واحد بيرايت ب ب سويفت، ايوه سويفت الحمد لله جت سويفت، او بالاوبجكتيف سي عشان اطلع قبل الموبايل او ايفون ابلكيشن او غيره، وهنا اجيب واحد بيكتب جافا او كوتلين عشان اطلع للاندرويد، تكلفتين اتنين تيست مختلفين وشغله كبيره بتكلف الشركات. فالشركات اغلب الشركات بتحاول تتهرب من فكره النيتف ابلكيشنز، لكن مش كله، ده موجود ده موجود تمام. الهايبريد ابلكيشنز لا، انا هجيب واحد مبرمج بيكتب لي بلغه واحده وبتست الشغل بتاعه مره واحده وبطلع نسختين على الاندرويد وعلى الايه وعلى الاي او اس، وتبقى كده الدنيا تمام قوي. فدي الفكره اللي مخليها الشركات اكتر بتميل لفكره الايه، لفكره ان هي بتشتغل هايبريد. الهايبريد بقى قلنا ليه في نوعين، الهايبريد ذات نفسه في نوعين، في الهايبريد ابلكيشن زي الايونيك وزي الحاجات اللي قايمه على باتشي كوردوفا، ودي منها الاوراكل جيت اللي هو اصلا اصل السؤال اللي خلاني اخش معاكم في الموضوع. خلاص ده نوع من الانواع، ده نوع من الانواع، الاباتشي كوردوفا والايونيك والكلام ده كله قايم على فكره على نوع من انواع الهايبريد ابلكيشنز، برضو بتبني في الغالب كله بيبقى جافا سكريبت و اتش ام ال 5 وكلام زي كده، وبتطلع الموبايل ابلكيشن على الويب على الاي او اس ولا على الاندرويد. ده نوع وتوجه خلاص، ليه عيوبه وليه مميزاته، ليه عيوبه وليه مميزاته. طيب وفي نوع تاني نزل في السوق بيحاولوا يفرقوا بكلمه كروس بلاتفورم، يعني يسوق في الاخر هايبريد برضو، يعني خليط ما بين الاثنين، وده بيطلع لي رياكت اللي هو زي رياكت نيتف وزي زامرن وزي فلاتر. رغم ان رياكت نيتف وزامرن وفلاتر يعني في برضو فروق اساسيه ما بينهم هم كلهم يعني. طيب لكن في برضو نوع اسمه البروجريسيف ويب ابلكيشنز، وبرضو يعتبر من تبع الانواع اللي هي الهايبريد. خلاص اشهرهم طبعا الانجلر ورياكت، طبعا مش النيتف ها، رياكت بس، ودول برضو بطلع بيهم ايه بروجريسيف ويب ابلكيشنز وبشتغل عليه وبطلع منه برضو موبايل ابلكيشنز، وزي طبعا الي اكسبريس من الحاجات الشهيره يعني، وفليب كارت برضو من الابلكيشنز الشهيره طلعت على نفس الكلام ده. لسه ما اتكلمتش، الناس بتسال على الداتا ساينس والكلام ده وتراك البايثون، لسه ما اتكلمتش عليه تمام. طيب ده بالنسبه للبروجريس. طبعا في فرق عايزين نوضحه ما بين النيتف ابلكيشنز بتاعت الموبايل والهايبريد والكروس بلاتفورم. اولا طبعا انا وضحت القصه دي كلها عشان الناس بتسال كتير قوي، كان في ناس بتسال كتير على الفلاتر، ناس بتسال كتير على الزامرين، ناس بتسال على رياكت نيتف، ناس بتسال على الكورد، ناس بتسال على الركل جيت، ناس بتسال، فجمعت الاسئله بتاعت الموبايل ابلكيشنز محتاجه تتوضح. فالتولز بالنسبه للنيتف، لو انا عايز اشتغل نيتف في عندي ان انا ممكن اشغل اكس كود واب كود اندرويد ستوديو، انا كده بشتغل نيتف، دي التولز بتاعتي. في الهايبريد انا بشتغل على ايونيك، اباتشي كوردوفا، على فيجوال ستوديو، ده كله بطلع هايبريد ابلكيشنز. في كروس بلاتفورم اللي احنا اتفقنا عليها زي الرياكت نيتف والزامرين والفلاتر، ودول ليهم الاستوديوز بتاعتهم او تقدر تشتغل على اكتر من اي دي. طبعا الريندرنج انجن ده بيطلع نيتف كود، خلاص الهايبريد بتاعنا ده بيطلع برضو بيطلع كود بس بيشتغل على البراوزر الخاص بالموبايل، على البراوزر الخاص بالايه بالموبايل، يعني يعتبر برضو بيشتغل اكنه على مكنه اساسيه، بس المكنه دي بتبقى جهاز نيتف، بيبقى برنامج نيتف نازل وعليه ويب فيو والابلكيشن بيرن وبيعرض في الويب فيو، فانت بتحس ان هو نيتف بس هو فعليا بيبقى شغال على ويب فيو، يعني ويب فيو براوزنج يعني. الكروس بلاتفورم اللي هي زي فلاتر وزي زامرين وزي رياكت نيتف، لا خدوا اتجاه تاني خالص وبقى بيشتغلوا نيتف، بيطلعوا فعلا نيتف باساليب مختلفه، اساليب مختلفه تمام، لكن بيطلعوا في الاخر كود نيتف. طيب طبعا لايبراريز، طبعا كل هنا النيتف طبعا هو المستحوذ كله على كل اللايبراريز طبعا، لان هو الاصل. الهايبريد طبعا بتعتمد على حسب الفريم ورك، في فريم وركس عاليه شويه، في فريم وركس بتتاخر شويه، كلام زي كده. والكروس بلاتفورم طبعا معتمده برده على الفريم ورك، يعني نقدر نقول كله معتمد على الفريم ورك ذات نفسه الا النيتف دوت في الاول وفي الاخر، لان هو الاصل، لان هو اصل الموضوع، هو اللي بينزل اصلا التولز الجديده. الديباجنج طبعا بالنسبه للنيتف، طبعا النيتف ديباجنج تولز موجوده. الهايبريد بيبقى ساعات بنضطر نديبج بنيتف وساعات بنضطر نديبج ويب قبل ويب تولز الاثنين يعني. اما الكروس اللي هو زي الرياكت نيتف والزامرن والفلاتر، دول دول على طول ديبند على الفريم ورك ذات نفسها. طيب الحاجه الثانيه برضو في المقارنه ما بينهم،
الكود بيز بنكتب كود بايه؟ طبعا بالنسبه للنيتف بنكتب كود على حسب كل بلاتفورم، كل بلاتفورم ليها الكود بتاعها وليها اللغه الخاصه بتاعتها. طبعا هنا الموضوع مختلف شويه في الهايبريد، لا احنا في الغالب بنكتب كله جافا سكريبت، في الغالب كله جافا سكريبت والموضوع كله بيمشي وما فيش عندنا مشكله. فالكود هنا في تنقل ما بين البلاتفورمز المختلفه. طيب هنا اهو في اللي هو الهايب اللي هو الكروس بلاتفورم زي الفلاتر والزمل والكلام ده كله، هتلاقي الوضع مختلف لان برضو بنكتب كل واحد بلغته الخاصه، يعني فلاتر بنكتب بدارت، زمر بنكتب بسي شارب، رياكت نيتف بنكتب بجي اس الى اخره. تمام. طيب لكن كل واحد ليه مميزات وعيوب، وده اللي يهمني قوي، ودي دايما الحته اللي بتسال عليها، الفروق، المميزات والفروق. طبعا بالنسبه للنيتف بقدر اوصل لكل الديفايس بكل الفيتشرز اللي فيه زي الفل، البرفورمانس عالي جدا وزي الفل، اليو اي نيتف اصلا، انا بكتب نيتف اصلا فاوتوماتيك اليو اي بتاعته جميله جدا. الابلكيشن بيرن كويس جدا جدا، الكواليتي بتاعته عاليه واليو اكس بتاعته كويسه جدا وما فيهوش عنده مشكله، وبيقدر يوصل لكل الاي بي ايز الخاصه بيه. ده بالنسبه للنيتف. فالنيتف كله مميزات هنا جميله جدا. طيب بالنسبه للهايبريد في ميزه هنا خطيره جدا جدا مش موجوده في، هتعتبر عيب بعد كده عندنا في النيتف، ايه هي؟ lower development costs، يعني تكلفه التطوير بتاعته بسيطه. خلاص. ميزته كمان بيشتغل على اكتر من او اس، ما عندوش مشكله، يشتغل على اندرويد، يشتغل على على على, على ماك، يشتغل على بتاع، ما عندوش مشكله. كود ريوز، اقدر اشتغله مره، استخدمه مره واثنين وثلاثه ما عنديش مشكله، واستخدمه في اكتر من بيئه ما عنديش مشكله. في الاخر التكلفه تبقى كويسه، بنقدر نعمل كاستمايزيشن بشكل قوي جدا اكتر من الايه، اكتر من نيتف. التايب والجزء بقى الجديد بقى اللي هو الفلاتر والزامرين وبتاع دوت الرياكت نيتف، برضه بيشتغل على ديفرنت اوبريتنج سيستم سبورت، ده كويس. اليو اي بتاعته كويسه، قريبه جدا من نيتف، قريبه جدا جدا من نيتف. خلاص. الكود بيحصل له ريوز ممكن في بعض الاحيان زي رياكت نيتف. برضو الكوست افكتيف طبعا معقوله، يعني كويسه، يعني هو في يعني في التكلفه بتاعته مش عاليه قوي، رغم ان مش كلهم يعني، عندنا الفلاتر شويه تكلفته غاليه، مش عارف الزامرين تكلفته اقل لان طبعا سي شارب منتشره الى اخره. ففي برضو بعض الفروق، يعني انا دايما بتحفظ في حته الكروس بلاتفورم لان على حسب كل نوع. طب ايه العيوب؟ لان دي برضو مهمه، احنا عرفنا مميزات، شفنا مميزات كويسه، ايه العيوب؟ العيوب الخاصة بالنيتف، ما عنديش نو مالتيبل بلاتفورم سبورت، عندي مشكلة كبيرة جدا، ما اقدرش اسبورت أكتر من إيه؟ من بلاتفورم، وده عيب كبير جدا. الديفلوبمنت كوست غالية جدا طبعًا، ده أنت بتضرب في اتنين على لو أنت عايز تطلع أي أو إس وعايز أندرويد هتجيب اتنين ديفلوبرز والوقت كمان هيبقى دبل، يعني أنت عندك مشكلة. نو كود ريوز طبعًا. طبعًا دي كلها من المشاكل الكبيرة جدا اللي بتخلي الشركات تهرب من النيتف. خلاص. طيب الهايبريد بقى اللي هو قايم على فكره زي كوردوفا والحاجات دي، ده سلوور برفورمانس، يعني البرفورمانس بتاعه اقل شويه، ممكن يبقى اقل في الاكسس لبعض الاوبريتنج سيستم فيتشرز. تمام. الانتر اكتف بتاعته مش زي النيتف قوي، يعني مش زي النيتف قوي. تمام. طيب برضو التانيين اللي هم زي الفلاتر والزامر والحاجات دي برضو البرفورمانس اقل من البرفورمانس بتاعت النيتف. تمام. اقل، لسه ما زالت اقل ولو بحاجات بسيطه. تمام. برضو ليميتد اكسس تو او اس اوف فيتشرز، رغم ان هي اعلى بكتير جدا من الهايبريد، يعني بتاخد وقت قليل، يعني اسرع واحده في الوصول لاوبريتنج سيستم فيتشرز النيتف، وبعد كده اقل منها شويه اللي هو الكروس بلاتفورم زي الفلاتر والزامرن والرياكت نيتف، واقل منهم الهايبريد طبعا، وابعد واحد اللي هو الويب اللي هو الثاني. دي كده كانت ايه المقارنه الاساسيه. طبعا في اكزامبلز كتيره موجوده في السوق، في سيستمز كتيره موجوده في السوق على النيتف، وفي سيستم كتيره موجوده في السوق على الهايبريد، وفي سيستمز كتيره موجوده في السوق على النظام الجديد، يعني من الاخر كله موجود. طيب اخر حته انا عايز اتكلم عليها، اختار ايه؟ انا لو انا صاحب شركه وعايز اشتغل اختار ايه؟ ف
فخريطة كده عجبتني جدا. هنشوفها مع بعض. احنا نختار ايه لو احنا عايزين نشتغل؟ اشتغل على انه نوع. طب عرفنا مميزات وعيوب. في الاخر اختار حاجة واحدة واشتغلها وخلاص؟ لا. بالنسبة للشركات ممكن يكون اختيارات كتيرة مختلفة. ماشي؟ اول حاجة لما بتيجي تحتاج موبايل ابليكيشن بتشوف اول حاجة انت عايز تقلل التكلفة قوي ولا ما عندكش مشكلة في التكلفة يعني. لو انت عندك مشكله كبيره في التكلفه ومش عايز تعلي التكلفه هتخش على طول هتخش على الاتجاه ده وهتسال نفسك السؤال التاني. انت عندك في السيستم اللي بتبنيه في الموبايل ابلكيشن انت بتبنيه ده عندك مشكله كبيره في حكايه الموبايل اللي هي التولز الجي بي اس والكاميرا، مع ان الجي بي اس والكاميرا مدعمين في كله، لكن لو حاجات اعلى من كده مثلا عايز سنسورز معينه مش عارف ايه حاجات زي كده. لو مش عايز سنسورز وحاجات متخصصة اول حاجة انت كل الموضوع مثلا تطبيق لبيع المنتجات وكلام زي كده مفيش يعني، ولا بتخش في سنسورز معينة ولا حاجة، الدنيا بسيطة. خش على طول على الهايبريد ابليكيشنز زي الايونيك، زي اي حاجة قايمة على كوردوفا، زي الاوراكل جيت. تمام؟ يعني يعتبر الكوميرشال ابليكيشنز التطبيقات التجارية اللي موجودة في السوق بكثرة اللي هي بتخدم على الشركات وعايز تعمل برنامج بابسط سعر ممكن، خش على الايونيك والكوردوفا والكلام ده كله. الكوردوفا في منها حاجات كتير مبنيه على الكوردوفا زي الاوراكل جيت زي الايونيك. ارخص حاجه خلاص، وتطبيقات تجاريه ضخمه، وتطبيقات تجاريه ضخمه، يبقى روح الاتجاه ده. حلو جدا. طيب انا عايز حاجه رخيصه بس عندي مشكله بشتغل مع السنسورز والكلام ده قوي، يعني عندي عايز سنسور معين بتاع الاكسلوروميتر مثلا بتاع مش عارف ايه، عندي مشاكل مع ان برضه الاكسلوروميتر مدعم، لكن يعني ممكن يكون في فانكشناليتيز نازله في السيستمز الجديده في الموبايل ابلكيشن الجديد عايز اشتغل عليها. في الحاله دي هتتوجه اتجاه تاني وتسال نفسك سؤال. طيب البرفورمانس فارق قوي معاك ولا معقول؟ يعني لو معقول بالنسبه لك والدنيا مش بطيئه قوي حلو، ولا انت عايز حاجه تكون لازم يكون فيها بيرفورمانس عالي جدا؟ تفرق. انا عشان كده عجبني قوي الرسمه دي بصراحه فقلت يعني اعرضها لكم يعني. فلو البيرفورمانس بتاعك لو انت عايز ليميتد بيرفورمانس خلاص والبيرفورمانس مش يبقى يعني ها مش قوي يعني مش مشكله خلاص، تخش معايا بقى نوت ايه الاتجاه التاني. لو انت عايز تبني تطبيقات كلها تجاريه وكلام زي كده يبقى خليك في البروجريسيف ويب ابلكيشنز، اشتغل انجلر اشتغل رياكت او ارجع لاي حاجه في الاتجاه ده. انا عايز اعمل سهم كده زياده ما بين البروجريسيف ويب ابلكيشنز وما بين الهايبريد ابلكيشنز، يبقى ارجع تاني ويب ابلكيشنز عادي. تمام؟ طيب لا مش 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 اي كوميرس ابلكيشنز، مش تجاره الكترونيه وشغل منتجات وكلام زي كده والحكايه دي فارقه معايا، يبقى اشتغل بقى على الكروس بلاتفورم ابلكيشنز هنا. روح بقى على الفلاتر، روح على الزمرن، روح على الرياكت نيتف، الجو ده. تمام كده؟ طيب لا والله انا من اول السؤال اصلا لما انت قلت البرفورمانس مهم جدا قلت لك البرفورمانس اهم حاجه عندي، انا بعمل ابلكيشن من اهم الحاجات اللي فيه البرفورمانس يبقى عالي قوي قوي قوي، يبقى انت كده هتخش هنا في الاتجاه ده، هتخش في الاتجاه ده. الاتجاه ده بيقول لك ايه؟ انت بقى كتكلفه مستعد يكون عندك اكتر من تيم يشتغلوا مع بعض؟ لو انت مستعد يبقى عندك اكتر من تيم، ولو لا انا محتاج تيم واحد مش هقدر، انا محتاج تيم واحد مش هقدر. لو محتاج تيم واحد مش هتقدر هتضطر ترجع تاني انك تختار ما بين الهايبريد ابلكيشنز والكروس بلاتفورم والبروجريسيف ويب ابلكيشنز. تمام؟ هتضطر ترجع للايه للوضعيه التانيه. يبقى انت قلت نقطة ايه مش هقدر اجيب اتنين يعني تو تيمز، يبقى هترجع تشتغل تاني. نتخيل كده ان افضل لك هتشتغل على فلاتر او على زامرين او على رياكت نيتف. تمام؟ ولو يعني ولو دول اعلاهم في البرفورمانس، اعلاهم في البرفورمانس وتيم واحد، اعلاهم في البرفورمانس وتيم ايه وتيم واحد. لا يا عم انا ما عنديش مشكله اصلا ماديه، انا ممكن اجيب اتنين تيم وتلاته تيمز واربعه تيمز. لو عايز اتنين تيمز وانت طالع تبقى هتروح بقى للنيتف ابلكيشنز تجيب لك تيم بتاع اي او اس وتجيب لك تيم بتاع جافا وتبدا تشتغل. دي كانت الفكره
لو انت هتختار ما بين الايه، ما بين الانواع المختلفه للموبايل ابلكيشنز، كل نوع هتشتغل عليه ازاي وايه مميزاته وايه عيوبه والكلام اللي احنا قلناه الجميل دوت اللي احنا وضحناه. نرجع بقى لاسئلتنا. السؤال كان بيقول ايه، او الاسئله كلها اصلا اللي جايه تقريبا قريبه من بعض. بالنسبه لتقنيه الاوراكل جيت بتعمل مواقع الكترونيه وتطبيقات ويب موبايل، طبعا في ميزه هنا في الاوراكل جيت عن بقيه الحاجات التانيه انه بيطلع كمان ويب، يعني احنا كل اللي احنا عرضناه ده كله كنا بنتكلم عن الموبايل بس، لكن الجيت بيطلع كمان ويب. فبيسال بقى هنا بيطلع انتاج ضعيف ولا بنفس المستوى في السوق؟ انا وضحت متهيألي كده وضحت فكره، لا هو بيطلع انتاج قوي جدا خلاص. ولو انت شغال على اي كوميرس ابلكيشنز وكلام شركات وكلام زي كده، لا روح على طول ما تقلقش خالص ولا في اي مشكله اساسا من اي نوع. هتقول لي لو انا عايز اعمل موبايل ابلكيشنز يكون متخصص او بعض السنسورز والسرعه بتاعته اعلى ومش عارف ايه، اقول لك روح بقى اعمل بقى ايه، اشتغل على حاجه تكون نيتف زي ما وضحنا بالتفصيل، تمام؟ عشان يبقى السؤال واضح بالتفصيل يعني، ما يبقاش الكاروت يعني. السؤال بعد كده جاي لي بيقول لي بالنسبه لتطبيقات الموبايل الافضل اتعلم اندرويد ولا اي او اس ولا اوراكل جيت؟ متهيألي وضحت خلاص. انت عايز تشتغل ايه؟ انت عاوز تشتغل ايه؟ لو انت عايز تشتغل في شركه معينه فانت بتشوف الشركه محتاجه بتوع اي او اس بتوع اندرويد الى اخره. طبعا الاندرويد اكتر انتشارا في الشركات، الاي او اس اقل انتشارا شويه في الشركات. طبعا بتكلم على الشركات بتاعتنا احنا نوت في الوطن العربي يعني. لان طبيعه الحال مستخدمي الموبايل ابلكيشن بتاع الاندرويد اعلى بكتير جدا من عدد مستخدمي الموبايل ابلكيشنز بتوع الاي او اس. طيب ليه؟ الاندرويد طبعا تشكيله كبيره وانواع كتيره في السوق و و و، فكل ده مدي مميزات وانتشار اكبر يعني. طيب ده حاجه. لا اوراكل جيت، اوراكل جيت لو انت بتشتغل فريلانسنج او بتشتغل في شركات تبع اوراكل، خد بالك اوراكل ليها وضعيتها شويه ما بين الشركات، مش كل الشركات بتشتغل اوراكل، لكن شركات بتشتغل اوراكل شركات دايما الشركات الكبيره اللي هي البارتنر الاوراكل وبتاعه كلام زي كده، فليها وجهه نظر مختلفه، تمام؟ ممكن واحد يقول لي بس هي مش منتشره قوي زي، او ده السؤال اللي بعد كده يعني، ليه اوراكل جيت مش منتشر قوي زي فلاتر وزي بتاع ده وزي زامرين وزي اللي مش عارف ايه ككروس بلاتفورم زي ايونيك وزي الكلام ده، ليه صداها مش عالي قوي زي صدى الحاجات التانية؟ بص الموضوع ده بيرجع لفكره شركه اوراكل ذات نفسها. شركه اوراكل ذات نفسها مختلفه تماما في تسويق شغلها عن شركات جوجل وشركات فيسبوك والكلام ده كله. يعني فيسبوك عامل رياكت نيتف وعامل له الصيت بتاعه والشغل بتاعه، كذلك جوجل وبتعمل الضجه الجامده قوي. احنا عارفين احنا عرب اصلا في غالب الوطن العربي اي حاجه بتعملها جوجل وبتعمل بيها ضجه كل الناس بتروح وراها حتى لو هي اي كلام وفيك، او بتقع بعد فتره او مش بالقوه اللي هي صورتها للناس، وده بيحصل كتير وده حصل كذا مره يعني من جوجل. يعني حصل اولا طبعا في الانجلر لما عملت ضجه كبيره جدا للانجلر وشركات كتير اشتغلت، وبعد فيرجن 1 قامت مغيره الدنيا كلها وقامت قلبه النظام كله والشركات كلها خسرت ساعتها ولمت نفسها من السوق. وبعد طبعا ما نزل انجلر 2 وقعدوا فتره خايفين، قعدوا انجلر 2 و3 و4 و5 وبتاع وماشي الدنيا بقى في يعني الدنيا عماله تطلع في الانجلر. فين بدا في الاخر تاني بقى لما بدا ستيبل شويه بدات الناس الشركات ترجع له تاني. كان الاول اول ما حصل اللي حصل في الفيرجن 1 وبعد كده فيرجن 2 كانت شركات كتيره وقعت وشركات كتيره اتخنقت جدا من الفريم ورك بتاع الانجلر. لكن دلوقتي بقى لما بدا يبقى ستيبل بدات الدنيا تمشي. بتطلع ضجات ساعات برضو زي مثلا اندرويد هوب على طول، هو انا هشتغل كوتلين وبتاع ومش عارف ايه وجافا استبعدها شويه وبتاع، وبدات برضو عملت لها هيصه شويه. بعد كده الناس ما اتحركتش قوي يعني زي ما كانوا الاول مهتمين جدا يعني الى اخره. اوراكل ذات نفسها وضعها مختلف. اوراكل ذات نفسها شركه تقيله جدا بتتعامل باسلوب مختلف عن الشركات دي. شركه اوراكل ما بتسوقش غير للبارتنرز بتوعها، يعني الشركات الكبيره بتاعتها هي اللي بتبدا تسوق لها الفكره، مش بتسوق للجمهور على عكس فيسبوك وعلى عكس جوجل. جوجل وفيسبوك بتسوق للجمهور. يعني ايه بتسوق للجمهور؟ يعني الناس اللي قاعده على الانترنت الجميله دي الكتيره دي، اعلانات على بتاع على مش عارف ايه كلام من ده، الدنيا تمشي معاهم كويس جدا. لكن بالنسبه لاوراكل، اوراكل ما بتشتغلش كده. اوراكل اغلب سيستمز بتاعتها في السوق، سيستمز اكاونتنج، سيستم اي ار بي سيستمز بتاعت
حاجات كلها سوق، سيستمز بتاعت فنادق، سيستمز يعني هي شغاله اصلا، هي تعتبر اكبر شركه بتاعت برودكتس كوميرشالز في العالم. طب يعني تطبيقات تجاريه بتاعت شغل، بتاعت اكل عيش يعني، بتاعت الشركات وبزنس يعني بزنس، غير الشركات الثانيه يعني زي مايكروسوفت مثلا تعمل ضجه بتاعتها، بتاع الزمن تعمل ضجه، غير اوراكل خالص. اوراكل منتجاتها مختلفه تماما عن الايه، فدايما الناس تاخد بالها ان اوراكل مش هتعمل الضجات بتاعت السوق والطلبه والبتاع والكلام ده، لا اوراكل هتفضل اوراكل زي ما هي، نفس اسلوب تسويقها ونفس تفكيرها، تفكيرها كله متصب على الشركات وشغل الانتربرايزز، مرتباتها اعلى بكتير، فرصها ممكن تكون مش يعني، ممكن تكون الشركات كتير فاتحه اوراكل لكن مش فارق معاها، هي بتشتغل مع شركات كلها كيانات اقوى تقيله في البيزنس وفي الانتربرايزز وكلام زي كده، هي ده تفكيرها، فدايما بتسوق للشركات، فالشركات بتتحرك للناس مش العكس، فمش هتعمل انتشار والكلام اللي هو زي الباقي ابدا يعني، خلاص هتفضل قوتها في منتجاتها زي ما هي شغاله يعني. طيب الحاجه الثانيه، السؤال اللي بعد كده ده بالنسبه للاوراكل جيت، ليه مش منتشره زي باقي الحاجات او ليه ماشي. الاوراكل جيت بتشتغل بالويب فيوز للموبايل ابلكيشنز، يعني ممكن اقدر اعمل منها حاجات نيتف ولا لا؟ اشرف في المصري طبعا، انا جاوبت على السؤال ده يعتبر في وسط الشرح بتاعنا، ويعتبر قلت ان لا، تعتبر الجافا سكريبت شغال اصلا مبنية على حاجه اسمها كوردوفا، وانا شرحت كوردوفا دي بتعمل ايه في اول الايه، في اول الفيديو، فهي مش شغاله نيتف، فهي مش شغاله اوراكل جيت، مش شغاله نيتف خالص، تمام كده. طيب يعني اغلب الاسئله اللي جاوبت عليها كانت موبايل ابلكيشنز، واخدت في الاخر بعض الاسئله اللي المباشره اللي الناس بتسالها، وبعض الاسئله اللي موجوده عندكم. ان شاء الله في اسئله ثانيه كتير طبعا جات لي كتير جدا لسه ما خلصتش، فبس هكتفي كده ان شاء الله بالقدر دوت، وباذن الرحمن يبقى لنا لقاء ثاني هعد لكم معاد يمكن الخميس الجاي ان شاء الله، نكمل بقيه الاجابات على بقيه الاسئله، واشكركم جدا واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم جميعا.